بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدروس الماضية من شرح متن الرحبية في الفرائض، وكما عرفنا فإن الإمام الرحبي رحمه الله تعالى لم ينظم بابين مهمين من أبواب الفرائض، وهما أحكام الرد وأحكام ميراث ذوي الأرحام، وذلك لأن الإمام الرحبي رحمه الله شافعي المذهب، وهذان البابان يعني لم يقل بهما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني هذه المنظومة هي متممة لمتن الرحبية. في يعني نمر على مقدمتها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والصلاة والسلام على من أرسله ربه ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. نسأل الله تعالى بجوده وبره أن يلحقنا بهم في دار السلام. ثم أما بعد، فإن علم الفرائض علم جليل، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التميز فيه منقبة من المناقب، فقال عليه الصلاة والسلام، هذا صفحة 5 يعني في النسخة عندنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأفردها زيد بن ثابت، وأفردها زيد بن ثابت. وهذا الحديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. فهنا يعني نجد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عد تميز الإنسان في علم الفرائض منقبة له، لما ذكر مناقب أصحابه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، فقال: أفردها زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب. فمعناه أن كون الإنسان أفرض من غيره فهذه منقبة يحمد عليها، وكونه أقرأ من غيره فهذه منقبة يحمد عليها. قال: ولذا فقد شمر فيه المشمرون، وتنافس فيه المتنافسون، ونظمه الناظمون، وشرحه الشارحون، إلا أنه من المقرر الثابت عند أهل هذا الفن، يعني عند العالمين بعلم الفرائض، أن متن الرحبية للإمام موفق الدين محمد بن علي الرحبي رحمه الله تعالى، وقد توفي رحمه الله سنة 77 و500، وقيل 79 و500، وقد بلغ 80 سنة رحمه الله تعالى. فالإمام الرحبي رحمه الله عليه سحائب الرحمة، يعني متنه الرحبية قد ارتقى مرتقا لا يدرك شأوه، يعني لا، والشأو معنى السير، يعني لا يستطيع أحد أن يسير سيره أو يعني يبلغ مبلغه، يعني إلا أن مؤلفه رحمه الله تعالى بعد أن زين بنيانه بأجمل زينة ترك فيه لبنات لم يضعها، حيث إنه لم ينظم أبواب الرد وذوي الأرحام وقسمة التركات. أيضا طريقة قسمة التركات يعني هي فصل صغير من فصول الفرائض أيضا لم يذكره. وقد تصدى لنظم بابي الرد وذوي الأرحام العلامة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي الحنبلي، المتوفى سنة 81 و300 وألف، عن 81 سنة رحمه الله تعالى، في منظومته التي عرفت بمتممة الرحبية. يعني له، يعني هو سبقني في نظم يعني متممة للرحبية، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وسيأتي ذكر متممته كاملة مع ترجمة موجزة له إن شاء الله تعالى من باب الفائدة. وتختلف منظومة العبد الفقير كاتب هذه السطور عن منظومة العلامة الخليفي في أمور،
يعني ما السبب لإعادة نظم متممة للرحبية مع كونه قد نظمها يعني عالم جليل من قبل؟ فالسبب يعني هو ما يلي، يعني تختلف عنها في الأمور التالية: أولا، أوجز الشيخ الخليفي رحمه الله في منظومته إيجازا شديدا، فنظم أحكام الرد في 6 أبيات وأحكام ذوي الأرحام في 4 أبيات فقط، بينما بسطت ذلك في منظومتي بعض البسط لتكون ملائمة لصنيع الإمام الرحبي رحمه الله في معظم أبوابه، يعني مشيت على طريقة الرحبي يعني في لتكون ملائمة لها يعني وعلى نفس منهجه في البسط. ثانيا، اقتصر الشيخ الخليفي رحمه الله على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، بينما ذكرت مذاهب الأئمة 4 في منظومتي وربما أشرت لمذاهب غيرهم من الفقهاء. والإمام الرحبي رحمه الله رغم أنه شافعي إلا أنه يعني يشير إشارات أحيانا يعني للخلاف في بعض المواضع. ثالثا، اقتصر الشيخ الخليفي على ذكر الرد وذوي الأرحام، وزدت عليه فصلا موجزا في قسمة التركات حتى تصير الرحبية مع المتممة مستوعبة لجميع أبواب الفرض. ثم ذكرت يعني أنه كان مبدأ أمر هذه المنظومة أني قرأت متن الرحبية على شيخي الشيخ العلامة الجليل الشيخ السيد بن سعد الدين الغباشي، يعني حفظه الله تعالى ورفع قدره ويعني بارك في علمه، في مدينة الإسكندرية، وهو يعني له فضل كبير علي، يعني الشيخ السيد الغباشي يعني لازمته 10 سنوات يعني تقريبا منذ أن كان عمري 11 عاما تقريبا إلى 21 سنة يعني، وهو زوج أختي يعني في نفس الوقت، يعني هو زوج أختي ويعني ما زلت يعني أستفيد من علمه وفضله يعني حفظه الله. الشيخ السيد الغباشي كان قد رحل إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قديما، يعني كان من أقدم تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لم يكن الشيخ ابن عثيمين يعني مشهورا أنه في ذلك الوقت، يعني كان يحضر له طلاب قليلون، ولم يكن يعني خصوصا في مصر يعني وخارج السعودية وكذا، لم يكن يعني قد اشتهر كما حصل بعد ذلك. فكان رحل إليه يعني الكلام هذا يعني مثلا سنة 79 ميلادي و80 ميلادي وكذا، هو قبلها يعني قبلها كان يعني هو رحل في فترة السبعينات، يعني في فترة السبعينات الميلادية، يعني يمكن من سنة 70 إلى 79 أو 78 أو شيء من هذا، هو رجع إلى مصر سنة 79. فكان لازم الشيخ ابن عثيمين يعني قبل ذلك، وكان يعني بينه وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مودة، وكان دائما الشيخ ابن عثيمين يراسله، كان يعني عنده رسائل كثيرة يعني ومراسلات بينهما فيها فوائد علمية. فلما رجع الشيخ يعني أسس ما يشبه المعهد العلمي، أنا لازمته كان عمري تقريبا 11 سنة لغاية عمر 21. فكان له دروس يومية، في حضرنا عنده شرح العدة، شرح العمدة، ويعني شرح أبوابا كثيرة من كتاب المغني، وشرح كتاب الواضح والورقات ونيل الأوطار وسبل السلام وتدريب الراوي وفي كل العلوم، يعني كتب العقيدة طبعا كلها، يعني الوسطية والطحاوية والإيمان الأوسط والإيمان الكبير، يعني كانت دروس يومية، يعني عدة دروس في اليوم يعني لمدة 10 سنوات، يعني بحمد الله تعالى فاستفدت منه حفظه الله وبارك في علمه. والجامع الذي كان هناك في الإسكندرية في حي يقال له حي فليمنج، اسمه مسجد الإمام أحمد بن حنبل، يعني ما زال الحمد لله المسجد عامرا لطلاب العلم وفيه يعني مكتبة كبيرة. فكان شيخنا الشيخ سيد الغباشي يعني حضرت عنده شرح الرحبية، شرح لنا حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية، وحضرنا عنده أيضا حاشية البقري على شرح سبط المالديني على متن الرحبية. فشجعني الشيخ على الشيخ السيد الغباشي على تتميم ما نقص من الرحبية، فنظمت هذه المتممة سنة 1407
يعني كان عمري تقريبا 21 سنة تقريبا أو 20-21 فوقت ما نظمت يعني هذه المنظومة وعرضتها أنا ذاك على فضيلة العلامة الزاهد القدوتي عبد العزيز بن علي البرماوي رحمه الله تعالى ومن مشايخ الأجلاء يعني فأعجب بها جدا وظل يحثني على نشرها مشافهة ومكاتبة حتى أتاه اليقين حتى يعني بعد ما سافرت إلى الرياض الشيخ عبد العزيز البرماوي يعني بعث لي رسالة في الرياض مع أحد القادمين يعني يوصيني بنشر هذه المنظومة فلما قدر الله لي الرحلة إلى مدينة الرياض للعمل بها مدرسا وأنا عملت في الرياض من سنة 1410 إلى 1418 هجري من 1410 إلى 1418 هجري يعني بالميلادي من 1989 إلى آخر سنة 1997 عملت بها مدرسا تلك المدينة المباركة التي ضاعت شذا وقرنفلا يعني انتشر فيها الطيب يعني بمن فيها من العلماء العاملين من أهلها ومن النازلين بها أتيح لي أن أعرض هذا النظم على جماعة من الأعلام فاستحسنوه في الجملة وكانت لهم توجيهات امتثلت لها وعدلت ما رغبوا في تعديله من النظم وشرحه حتى صار على الصورة التي هو عليه من العلماء الكبار الذين قرئ عليهم هذا النظم يعني وأقروه واستحسنوه من قرئ عليه هذا النظم فأقره واستحسنه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله تعالى وما زال عندي يعني نسخة كنت أعطيته نسخة خط اليد شيخنا الشيخ بن جبريل له تعديلات عليها أنا أذكر منها من كل موضع لكن أحيانا أقول تفضل عنه كذا فالشيخ يشطب عليها ويكتب فضل عنه بدل تفضل فعدل أشياء يعني وما زال عندي خطه رحمه الله تعالى والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى والشيخ العلامة عبد العزيز الرجحي والشيخ معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ اللي هو الوزير وفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي أنا أذكر لما قرأت على الشيخ محمد الحسن الددو في البيت اللي هو 15 قلت فيه وآية الأنفال قد دلت على معنى حديث خير من قد أرسل بأن خال الميت عند فقده فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فهي جاءت في آية الأنفال وآية الأحزاب يعني قلت آية الأنفال والشيخ الددو قال لي اجعلها وآية الأحزاب قد دلت على بلاش الأنفال اجعلها آية الأحزاب قال لي أنا آية الأحزاب في المواريث وآية الأنفال في النصرة يعني قال آية الأنفال في النصرة وآية الأحزاب في المواريث وقال لي عدلها اجعلها وآية الأحزاب قد دلت وكل واحد من مشايخنا يعني اقترح تعديلا أو شيئا عدلته وفقا يعني ما طلبه وفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم وهو قاضي الرياض حتى الشيخ القاسم الشيخ عبد العزيز القاسم يعني أعطيته النسخة المخطوطة يعني وقرأت عليه وأعجبته وكان قبل أن تطبع وله كتاب اسمه الدليل إلى المتون العلمية له كتاب مشهور يعني الدليل إلى المتون العلمية فذكر فيه يعني في المتون التي يعني أثنى عليها في متون الفرائض فقال يعني متممة الرحبية لوليد المنيسي وهي مخطوطة لم تطبع يعني كان وقتها كان هذا قبل أن تطبع يعني فالشيخ ذكر قال هي مخطوطة لم تطبع كان عنده نسخة وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح العبيد وكتب لها الشيخ العبيد يعني مقدمة موجودة عندكم يعني مقدمة هذه سنة 1419 موجودة يعني عندكم مقدمة هنا مكتوب حفظهم الله جميعا بعضهم توفي رحمة الله عليهم يعني الشيخ جبرين الشيخ بن عقيل توفي رحمه الله تعالى وحفظ الأحياء منهم ونفعنا والمسلمين بعلمهم وشكر الله لهم ولمن أعان على نشر هذا النظم الذي ما زلت من سنة يعني 1407 إلى سنة 1415
أزيد فيه وأنقص حتى تم بحمد الله لا عيب فيه إلا ذنوب مؤلفه تجاوز الله عنه بعفوه وكرمه. وعدة أبيات هذا النظم 64 جعله الله صدقة جارية علي إذا لاقاني المنون وذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولجميع من يعني قرأه وسمعه والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة فيها ذكر القائلين بالرد وبتوريث ذوي الأرحام وحجتهم. نقرأ الأبيات والشرح، الشرح واضح يعني إن شاء الله، ده في شيء يعني ضابط معلق عليه إن شاء الله. قال ابن إدريس الوليد الحنبلي: أحمد ربي الله ذا العرش العلي. قال ابن إدريس الوليد الحنبلي: أحمد ربي الله ذا العرش العلي. قال العبد الفقير وليد بن إدريس بن عبد العزيز بن منيسي السلمي محتدا، يعني نسبا يعني نسبة إلى قبيلة بني سليم، يعني السلفي معتقدا، الإسكندري مولدا، الحنبلي مذهبا عفى الله عنه. أحمد ربي الله، الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. على الجميل الاختياري يعني لأنهم إيه قالوا مثلا لا يحمد الشيء الذي يعني يكون فيه صفة حسنة لكنها ليست باختياره، يعني كجماد ونبات، يعني الجماد والنبات إذا كان فيه صفة يعني مستحسنة لكن ليس له خيار فيها، والحيوان والجماد والنبات وكذا عندما يكون فيه صفة حسنة ليس له فيها اختيار فلا يحمد عليها، يعني وإنما الحمد يكون ثناء باللسان على الجميل لاختياري الذي يعني إن شاء يعني المحمود فعله وإن شاء لم يفعله على جهة التعظيم. واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. تعريف الحمد اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. ويفرقون بين الحمد والشكر، يعني كما هو معروف لديكم ومر بنا يعني أنه بينهما عموم وخصوص من وجه، أو يقال عموم وخصوص وجهي يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة. فكل من الحمد والشكر أعم من الآخر من جهة وأخص من جهة أخرى. فالشكر أعم أنه يكون بالقول واللسان والفعل، يكون بالقول والقلب والفعل بالجوارح، يعني يكون بقول اللسان وبعمل القلب وبفعل الجوارح كما في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. لكن الشكر يكون على يعني الشيء المتعدي إلى الشاكر، يكون على الشيء المتعدي نفعه إلى الشاكر، فهذا خصوصيته من هذه الجهة. الحمد يكون على الصفات الجميلة سواء كانت متعدية إلى الحامد أو غير متعدية إليه، يعني حتى الصفة الجميلة التي تكون يعني ذاتية للمحمود يعني لم يتعدى أثرها إلى الحامد فيحمد عليها، يعني ولله تعالى مثل على الإنسان مثلا قد يحمد على شيء يعني على صفة فيه يعني هو لم يعطي المحمود شيئا ولم يحسن إليه بشيء، ولكن مجرد أن الحامد لم يعطي الحامد شيئا ولم يحسن إلى الحامد في شيء، ولكن مجرد يعني كون المحمود فيه صفات حسنة جميلة فيحمد عليها حتى لو لم يتعدى أثرها إلى الحامد. ولكن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان فقط، لا يكون بالعمل بالجوارح، الحمد يكون بالقلب واللسان لا يكون بالإيه بالجوارح. فإذا يجتمعان في صورة اللي عندما يكون الحمد أو الشكر عندما يكون باللسان وعلى نفع متعد فيكون حمدا وشكرا في نفس الوقت، يكون حمدا وشكرا في نفس الوقت. لكن إذا كان
بالعمل فيكون شكرا فقط لا يكون حمدا. وإذا كان على صفة غير متعدية إلى يعني إلى الحامد أو الشاكر، فإذا كان على شيء لا يتعدى فيكون حمدا فقط ولا يكون إيه شكرا. طيب قال ذا العرش أي الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع على ما يليق بجلاله وعظمته. العلي منصوب نعتا لله أو مجرور نعتا للعرش. وياء الحنبلي وياء العلي مخففتان للوزن، يعني أصلها أن يقال العلي وأن يقال الحنبلي بالياء المشددة، لكن للوزن خففت يعني. ثم الصلاة والسلام المجتمع على النبي وصحبه ومن تبع. ثم الصلاة وهي من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. ومن العبد الدعاء، الصلاة من العبد الدعاء، الصلاة من الله الثناء على العبد في الملأ الأعلى. والسلام المجتمع أي المحشود البالغ غايته على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بالتخفيف أيضا للوزن لضرورة الوزن، على النبي وصحبه ومن تبعه. على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جمع صاحب، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يقظة ومات على ذلك. ومن تبع أي على من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وقوله وفعله وأخلاقه. والصلاة على غير الأنبياء إذا كانوا مقرونين معهم في الذكر جائزة. الصلاة على غير الأنبياء إذا كانوا مقرونين معهم في الذكر يعني لا حرج فيها، وحتى يعني إذا لم يقرنوا مع الأنبياء في الذكر كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى فيجوز ذلك، لكن ذكر أهل العلم أنه يعني لا, 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 لا تجعل الصلاة ملازمة لاسم شخص غير نبي كلما ذكر يعني، لكن إذا كانت في بعض الأحيان يعني ذكر يعني عالم أو رجل أو صحابي أو رجل صالح فقيل صلى الله عليه أو كذا، لكن لم يكن شعارا ملازما لاسمه يعني كلما ذكر يصلى عليه لا حرج في ذلك. لكن الأنبياء يختصون بأنه يكون شعارا ملازما لهم كلما ذكرت أسماءهم عليهم الصلاة والسلام، ولا مانع أنه كلما ذكر النبي الأنبياء ومعهم غيرهم من آلهم وأتباعهم صلي عليهم على سبيل التبع لا حرج في ذلك. قال وبعد فالرحبي في أرجوزته أثابه الرحمن فيض رحمته لم ينظما أحكام بابين هما رد وأرحام على ما علما. وبعد كلمة يؤتى بها للفصل بين ما سبق من الحمد والصلاة وبين ما يأتي وهو التعريف بموضوع النظم. فالرحبي وهو الإمام موفق الدين محمد بن علي الرحبي رحمه الله في أرجوزته أي منظومته المعروفة في الميراث لم ينظم أحكام بابي الرد وذوي الأرحام. والأرجوزة أفعولة من الرجز وهو بحر من الشعر وزنه مستفعل ست مرات. وإن شاء الله تعالى يعني في النية أن ندرس كتابا في العروض إن شاء الله بعد يعني بعد ما ننتهي من هذه المتممة كنا أخذ كتابا في علوم القرآن وبعدها كتابا في العروض إن شاء الله تعالى. فالأرجوزة أفعولة من الرجز وهو بحر من الشعر وزنه مستفعل ست مرات، يعني إن شاء الله كما ستدرسون في العروض أو من سبق منكم أن درس علم العروض يعني فطريقة الشعر العربي مرتبطة بعدد الحروف وترتيبها من جهة الحركات والسكون. يعني الذي لا يعني لم يدرس العروض يعني يحسب يعني أنه مجرد وضع كلمات مثلا ويجعل آخرها حروفا متشابهة أن هذا يعني يصدق عليه أنه شعر. الشعر له يعني قواعد وأحكام، فهذه الأحكام كما ستدرسونها يعني كلها مرتبطة بعدد الحروف وترتيبها من جهة الحركات والسكنات. فهنا مثلا هذا البحر اللي هو الرجز
وعليه معظم المنظومات العلمية، ومنه الرحبية ومتمنتها، يعني هي من وزن بحر الرجز، والمنظومة إذا كانت من بحر الرجز يقال لها أرجوزة أيضا. فبحر الرجز هذا وزنه مستفعل 6 مرات. مستفعل هذه عبارة عن حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون. هذه عندك إيه؟ يعني مس، هذه رمز للإيه؟ الحركة سكون. تف حركة سكون، بعدين عل حركتان سكون، ويتكرر هذا 6 مرات، 3 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني. إذن الشطر الأول عبارة عن إيه؟ مستفعل. مستفعل هذه 7 أحرف، صحيح؟ هي 7 أحرف في 3، يعني 21 حرفا في الشطر الأول، 21 حرفا في الشطر الثاني. وترتيب هذه الحروف من جهة الحركة والسكون، أن يكون عندك إيه؟ حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون، وبعدين حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون، وهكذا. تكرر هذا الأمر، إيه؟ التفعيل هذه تكرر 6 مرات. وطبعا هناك يعني أحكام. بحر الرجز سبب استعماله بكثرة في المنظومات العلمية أنه أسهل البحور، يعني الحرف الثاني الساكن يجوز حذفه، والرابع الساكن يجوز حذفه، ويجوز حذفهما معا، الثاني والرابع. يعني مستفعل يمكن أن تصير متفعل فتحذف الثاني الساكن، يعني لك اختيار أن تقول مستفعل أو متفعل، ولك أن تقول مستفيل تحذف الرابع الساكن، ولك أن تقول متعل تحذف الثاني والرابع معا. طيب. قال: لأنه متبع للشافعي فلا يرى توريث غير من دعي صاحب فرض لا يزيد فرضهم، أو عصبة فما بقي نصيبهم. لأنه متبع للشافعي فلا يرى توريث غير من دعي صاحب فرض لا يزيد فرضهم، أو عصبة فما بقي نصيبهم. فما بقي أيضا بالإسكان هكذا لضرورة الوزن. العلة في أن الرحبي رحمه الله لم ينظم أحكام البابين، بابي الرد وميراث ذوي الأرحام، أنه شافعي المذهب ومتقدم الشافعية لا يرون إلا توريث أصحاب الفروض والعصبات، إلا توريث أصحاب الفروض والعصبات المنصوص عليهم في الكتاب والسنة. مر بنا في دراسة الرحبية أن صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر محدد في كتاب الله تعالى من الفروض 6، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فمن له نصيب محدد من هذه الفروض فيقال له صاحب فرض. والوارث بالتعصيب هو من يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يتبقى من أصحاب الفروض شيء سقط ولم يرث شيئا. وإذا انفرد الوارث بالتعصيب أخذ كل المال. فالوارث بالتعصيب يعني هو شخص ورد في الكتاب والسنة أنه من ضمن الورثة، ولكن لم يذكر مع أصحاب النصف ولا الربع ولا الثمن ولا الثلثين ولا الثلث ولا السدس، فهو يعني وارث ولكن لم يحدد له نصيب في الفروض، فهو وارث حينئذ بالتعصيب. فإذا انفرد أخذ كل المال، وإذا وجد معه أصحاب فروض فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فنبدأ أولا بأصحاب الفروض ونعطيهم فروضهم، وما تبقى يكون للوارثين بالتعصيب كما مر بكم هذا. فالشافعية المتقدمون يرون إيه؟ لا يرون يعني إلا توريث أصحاب الفروض والعصبات فقط. وفي البيت تضمين، أي تعلق أول البيت الثاني بآخر الأول. من دعي صاحب فرض، يعني من دعي صاحب فرض فهذا يقال له التضمين.
تعلق آخر البيت يعني أو أول البيت الثاني بآخر البيت السابق عليه. إذ مر الفتيا بقول زيد كمالك والشافعي ذي الأيدي فلا يرى توريثهم لذي الرحم ولا يرى ردا على ذي فرضهم، أي أن مالكا والشافعية يقولان بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. نستفيد من هذين البيتين أن مالكا والشافعي رحمهما الله تعالى يقولان بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه بعدم الرد وعدم توريث ذوي الرحم. وهنا قولنا في البيت ذي الأيدي أي صاحب الأفضال على من جاء بعده. وقد رأى أكثر صحب الشافعي في ذا الزمان الآخر المفجعي، إذ ليس فيه بيت مال منتظم ولا ترى فيه بنا لم ينهدم، وهكذا أكثر صحب مالك ما فيه أقوى حجة للسالك أن يقتدوا بقولة النعمان وهو الإمام الألمعي ذو الشاني فتي الإمام العالم المبجلي ذي المكرمات أحمد بن حنبلي. شرح هذه الأبيات يعني وقد رأى أكثر الشافعية في هذا الزمان الأخير المفجع أي الذي كثرت فيه فجائع المسلمين، رأوا أن يقتدوا بالإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى في قولهما بالرد وتوريث ذوي الأرحام. أكثر المتأخرين من الشافعية رأوا الاقتداء بالإمامين أبي حنيفة وأحمد، وذلك لعدم وجود بيت مال منتظم في أكثر بلاد الإسلام. لم يعد بيت المال منتظما يعني تجبى إليه يعني موارده بعدل من غير مظالم وتصرف مصارفه يعني في بعدل، فلم يعد بيت المال منتظما، فلذلك رأوا أنه إذا لم ينتظم بيت المال فالأولى أن يعطى ما بقي من التركة يعني يرد على ذوي الفروض إن وجدوا، وإن لم يوجد ذوي فروض ولا عصبات فيعطى لذوي الأرحام، فهم أولى من أن يوضع المال في بيت المال، لأن قول الإمامين مالك والشافعي رحمه الله تعالى أنه يعني إذا وجد ميراث ولم يوجد من يستحقه من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يوضع في بيت المال، فعندما لم ينتظم بيت المال فقال المتأخرون من الشافعية وكذلك كثير من متأخر المالكية كما سيأتي أخذوا بهذا أيضا. وذلك لعدم وجود بيت مال منتظم في أكثر بلاد الإسلام ولا ترى فيه بناء من أبنية الإسلام أي أركانه إلا وقد انهدم لإخلال المسلمين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ترى فيه بنا لم ينهدم. هذا يعني قديم أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يبق مما يعني فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أعرف مما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعوها. يعني هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يعني الناس غيروا، يعني طبعا ليس المقصود يعني التبديل الكامل للدين، ولكن المقصود يعني صيامهم ليس كصيام النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وصلاتهم ليست كصلاة، يعني وقع خلل يعني وتقصير ونقص عما كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال موجودا، يقول يعني إلا الصلاة يمكن هي اللي ما زالت موجودة كما هي، يعني لم يغيروا فيها شيئا، ثم قال يعني إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعوا، حتى الصلاة يعني أيضا قصروا فيها. فهذا القصد يعني قال وقولي في البيت بنا فيه قصر الممدود للضرورة ثم عومل معاملة المقصود، يعني الشعر من الضرورات الجائزة فيه قصر الممدود ومد المقصود ومنع المصروف وصرف الممنوع، هي ضرورات كثيرة يعني
مباحة للشاعر وتسوغ له. وهكذا أكثر متأخر المالكية في البيت الحادي عشر، وهكذا أكثر صحب مالكي، وهكذا أكثر متأخر المالكية أخذوا بمذهبي أبي حنيفة وأحمد في توريث ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفروض. واقتديا في قولهم بمن سلف من صاحب أو تابعي قد عرف، أي أن كلا من الإمامين أبي حنيفة، ماشي هل يصححوها يعني حنفية، يصححوها حنيفة، أن كل من الإمامين أبي حنيفة وأحمد قد اقتدى في فتواه بالرد وتوريث ذوي الأرحام بمن سبقه من الصحابة والتابعين القائلين بهذا القول، منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وشريح القاضي وعطاء وطاووس رحمهم الله تعالى وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وآية الأحزاب قد دلت على معنى حديث خير من قد أرسل بأن خال الميت عند فقده يرث كل ماله من بعده، هنا يعني حجة القائلين بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، يعني ما دليلهم؟ أي أن القائلين بهذا القول استدلوا بآية الأحزاب، وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا إذن إذا بقي شيء من التركة، يعني مثلا رجل مات وترك بنتا، البنت لها النصف فرضا، طيب الباقي أين يذهب؟ لا يوجد أحد من العصبات حتى نعطيه الباقي، فهنا الرد أننا نعطي البنت نعطيها النصف فرضا والباقي ردا، نرد عليها الباقي، فهنا يعني هي أولى من أن يوضع الباقي في بيت المال. يعني الإمامان أبو حنيفة وأحمد يقولان يعني البنت تأخذ النصف فرضا والباقي يرد عليها، طالما لا يوجد غيرها يرد عليها الباقي، فتأخذ المال كله نصفه فرضا والنصف الآخر تأخذه ردا. أما مالك والشافعي رحمهم الله تعالى فيقولان الباقي يعطى لبيت المال. طيب هنا الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بالمعنى العام تشمل الأقارب كلهم، فإذا البنت هنا يعني هي أولى من بيت المال، لأن بيت المال معناه أنه يعني جعلنا هذا النصف المتبقي لعموم الأمة الإسلامية لعموم المسلمين، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأن يرد على البنت أولى من أن يوضع في بيت المال فيكون يعني لجميع المسلمين، فهي أولى بأبيها المتوفى. وكذلك في مسألة توريث ذوي الأرحام وهم الأقارب ممن ليس ذا فرض ولا تعصيب، ذوي الأرحام من كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة وابن البنت وأبو الأم وكذا، فهؤلاء أولى من الغريب، يعني أولى من الغريب إذا مات شخص ولم يكن له ورثة من أصحاب الفروض ولا العصبات، يعني لا له أصحاب فروض ولا له عصبات، كل من تركه من أقاربه مثلا ابن بنته وأبو أمه وخاله وخالته وعمته، فهؤلاء أولى من أن يوضع المال في بيت المال كما هو عند الإمامين مالك والشافعي رحمه الله. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا الدليل الأول على الرد وعلى ذوي الأرحام قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن الأدلة أيضا استدلوا بقوله وبقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، فهذا المشار إليه في البيت، يعني معنى حديث خير من قد أرسل بأن خال الميت عند فقده يرث كل ماله من بعده، فالخال وارث من لا وارث له، وهذا حديث رواه الترمذي في كتاب الفرائض وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره. وكذلك أيضا استدلوا بحديث الخالة بمنزلة الأم وبحديث الخالة بمنزلة الأم، وعندكم تخريج الحديث أنه
رواه البخاري والترمذي وأبو داود أيضا. نعم. وبحديث ابن أخت القوم منه دليل ثالث، يعني ثالث من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. تلاحظون هنا أن الخالة والخالة وابن الأخت هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم منهم، وإن لم يكن يعني صريحا في التوريث إلا أنه يعني يشير إلى توريث، إلى أنه أولى، يعني إذا لم يوجد غيره. والحديث، وهذا الحديث اللي هو ابن أخت القوم منهم، رواه البخاري في كتاب الفرائض، ومسلم أيضا في كتاب الزكاة، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث الأول فيه أن الخال يرث من لا وارث له من أصحاب الفروض والعصبات. الحديث الأول يعني صريح في التوريث، الخال وارث من لا وارث له، لهذا اقتصرت عليه في البيت. الحديثان الآخران يعني فيهما إشارة إلى التوريث، لكن الأول يعني دلالته صريحة، يعني في الخال وارث من لا وارث له. ومثله كل قريب لم يرث بذا استدل من بإرثهم شبث، أي ومثل الخال كل ذوي الأرحام. يعني الحديث وإن ذكر الخال إلا أنه يعني يلحق به بقية ذوي الأرحام، أي ومثل الخال كل ذوي الأرحام فيلحقون به في الإرث. وبهذه النصوص استدل من تشبث بتوريثهم، يعني تمسك بتوريثهم، يعني هنا شبث يعني تمسك بهذا وأخذ به. وفي الآية دلالة على الرد، لأن أولو الأرحام في الآية، أن أولو الأرحام مقصود على سبيل الحكاية يعني، وأولو الأرحام فحكي لفظها، لأن أولو الأرحام في الآية بمعناها اللغوي لا الاصطلاحي، فتشمل أصحاب الفروض، فهم أولى بالرد من عموم المسلمين. تشمل أصحاب الفروض فهم أولى بالرد من عموم المسلمين. فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالبنت هنا مثلا في هذا المثال، لو أن رجلا مات وترك بنتا ولم يترك غيرها، فهي من أولي الأرحام بالمعنى اللغوي، يعني هي من قرابة الميت، فهي أولى به أن تأخذ ما تبقى من الميراث، فهي أولى من الغريب من أن يوضع في بيت المال. وإن كان يعني أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ليسوا من ذوي الأرحام بالمعنى الاصطلاحي اللي هو كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، ولكن هم من ذوي الأرحام بالمعنى اللغوي الذي يشمل كل قريب عموما. وبيت مال وارث عند الذي فيما مضى بقول زيد يحتذي، أي من لم يقل بالرد وتوريث ذوي الأرحام كالإمامين مالك والشافعي، فالباقي عنده يؤول إلى بيت المال. ولهذا فإن بيت المال وارث، ويعضون في جهات التوريث عندما يقولون أو أسباب الإرث، عندما يعدون في أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب، فيعني عند من يقول بتوريث بيت المال فيقولون وبيت المال، يضعونه كسبب من أسباب الإرث. ولهذا فإن بيت المال وارث عند من يقول بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب نقف هنا إن شاء الله عند باب الرد، نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.